يقول: إذا دخلت المسجد ووجدت الصلاة قد قضيت، فهل الأفضل أم أصلي وحدي أم مع رجل آخر لفضل الجماعة؟ وما حكم الجماعة الثانية في المسجد؟ إذا وجدت واحد أو أكثر يجب عليك أن تصلي جماعة، ما يجوز تصلي وحدك. إذا وجدت واحد أو أكثر تصلي جماعة معهم ولا تصلي منفردا، لأن الجماعة واجبة، واجبة على الأعيان. أما إذا لم تجد أحدا فصلي وحدك، ولا بأس بإقامة جماعة ثانية إذا فاتت الجماعة الأولى، فاتت لا بأس. أما أن يقام جماعتين أو جماعتان في مسجد والأولى لم تفت، ناس يصلون الجماعة ويجي ناس يصلون جماعة آخرين، هذا لا يجوز، هذا تفرق ولا يجوز.